السلام عليكم ويا اهلا وسهلا فيكم. اليوم حلقتنا كالعاده فيها تحديات فيها حماس، لكن اليوم مستضيفين واحد اسمه نواف، قال بجيب لكم عمي تركي. قلنا اوكي جيبوا. انا قلت خلاص بجيب معاي عزام، راح نتبارى انا وعزام ضد نواف وعمه تركي. يقول بيهزمنا، انا صراحه خلاص ليش يقول يهزم؟ ليش يقول يهزم؟ على اي اساس؟ قلت يلا تعال هنا الميدان يا حميدان، لازم هنا الان نشوف مين فينا حيهزم الثاني. في انتظارهم انا، نروح لهم يلا. مرة ثانية حياكم الله معنا اليوم في حلقة اليوم في تحديات قوية. المرة الأولى أنا حكون لاعب، في العادة ما ألعب بس قاعد أعلق بين الفريقين. اليوم حلعب، اليوم بدخل أرضية الميدان خلاص. ولين متى؟ لازم أتحدى الشباب. كالعادة إحنا فريقين، فريقي ومعايا صاحبي عرفنا عزام العوان، أنا وعزام عبد الله وعزام حنكون فريق واحد. بالفريق الثاني حيكون نواف تركي القصير. ونعم فيكم، لكن الآن ونعم يعني، بس وقت اللعب شيء ثاني ترى، ما في مدح ما في شيء ما في. الميدان يا حميدان، احنا ما نتكلم كثير. يعني تحدي تدخل تحدي انت؟ والله يعني هي ما نقدر نقول تحدي لانه ما في منافس للاسف. اوف سمعت يقول ما في منافس. والله يعني ما يصح الكلام. يقصدنا ترى، ترى يقصدنا. ايش رايك؟ ربنا جتكم جلد ترى والله. نشوف ارض الميدان، نشوف حميدان وينه مره واحده. بسم الله يلا نقول بسم الله. نبدا اللعبه. اللعبه هذه لعبناها من قبل، طبعا يطلع برا حيكون الخساره من حليفه او من نصيبه. نقول بسم الله. حتكون ثلاث جولات هاللعبه، نشوف الجوله الاولى مين بيفوز. انا مني مره لعبت شلته هو طربوشه. اسمع خوي لا يشيله. لا 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 اخرخ. ها تعال كل واحد يمسك واحد كذا. أيوة. تعال تعال لا زي ما احنا. ايوه لا 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 لا, لا. ها قوي شكلك وخر وخر. انا رانس ده لاعب. عطها واحد لين ارمي شيله برا خلاص. نبغى يحب الارض بس ارض مو برا الحلب ارض برا. ها بسم الله يلا. الله اكبر اشكرهم اثنين شال اثنين في واحد. تعال صراحه عجزت على واحد واحد ضد واحد. لا لازم اشيلكم اثنين. مشكله عالق بيننا. فكوا فكوا والله ما فكك. فكوا قبلها طايره. فكوا فكوا من الحال. هوب لا هوب لا برا حمد لا ماسك مين لابس اسود. طلع هوب لا قول لي كيف صار ذا. هوب خان بنطحه الحلال راح يلا طلع عينه بيطلع برا. هوب برا خلص حلو الان. والله اشوف صراحه اكتشفت ان انا عندي مستوى صراحه. تعال اسمع تعنقطهم كلهم. يلا خلني الحال. تعال يلا برا من شعرك برا يلا شيله برا يلا برا. انا اللي مسك ترى صفقين. لا لا صفقين. والله قلبكم فوق هنا. بسم الله واول واحد نطلعه. بسم الله نودعكم نودعكم برا يلا. يا الله بس اخي يا الله هذا الناشب. يا الله اتركني يا اخوي ماسكني اطلع الناشب. اح قول لي لا 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 تخيل بعد كل هذا اطلع. لا 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 كلكم. لا 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 انا رجعت خمره بمسك خويه بعد بعد. تعال 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 طلع طلع. ايوه بس طلع اوف الحين اوف. انا ضد واحد واحد ضد واحد صفقنا. مين اللي الحين بالضبط؟ بسم الله حاول تطلع. بسم الله انا ونواف الحين. انا ونواف يلا تعال تعال هنا. عاد تركي طلع من البدايه يعني خلاص اتحداه بس خرج. لكن ممكن نواف يجيبها ترى ما ادري. انا جايب لكم اسد. تعال انا بطالع فيك ترى. تعال انا بطالع فيك. شكلك الى الحين ما عرفت نواف. اوف لسه انا ويا عاش ما ماسك هذا. قول لي قول لي استر راس ابغى راس حربه. عطوا شله ابغى اشيل الحين. وين وين؟ لا مو كذا مو كذا مو كذا. روح ها يلا لا 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 مره كذا انا متفنن جبت العيد على نفسي. روح انا بحاول اني اطلع قد ما اقدر لكن ما ادري ايش اللي عاجبني. طلع 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 يا الله. تعال خلنا نطلع انا وياك. بسم الله الله الحمد لله الحمد لله. مش ايه ارمى اطلع معه. طيب تدريك ايش الرمز اللي طلع؟ يلا تعال تعال هنا. عاد تركي طلع من البدايه مثلث طلع. روح 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 ليه مثلث؟ ها روح 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 برا 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 برا. لا لا يا رب لا 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 طلع بشكل ايوه حلو حلو. شكلكم طولين. لا لا يا سلام. لا 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 صراحة يا الله يعني ما قلنا يشيلك بالراس.
يلا يا اخي والله قهر يا اخي يا مشاد حيلي انا ثاني جوله ثانيه ترى هذه جوله واحده بس نروح الجوله الثانيه والله عندك امل يعني ناوي انت العب ترى انا جيتكم جلد في الجوله الثانيه عبد الله اذا غضب عسى الله يسمع مني انا غيرت المثل الان انا بتنشنقط هنا انا خلص اخذت معك المره الاولى اثنين علي ما يصلح يلا اخذت واحد انا راح برا اطلع 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 ايوه بس لا لا وش فين اسمع اتفقوا عليه الشباب يعني عشان يصير في مستوى يعني عشان يلا يلا يعني انت المره الثانيه تخرج ايش فيك برا برا ايوه لا يا الله ها برا طلع بقس 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 انا بقس لا يا ايوه لا بقس والله يا مرحبا يا عزام انا ما يدخل ما بقيت شيء والله ما ادري لا 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 خرجت يا الله ابغى اطلع الحره يا جماعه بس ابغى اسوي كذا علي انا ما يدخل بس كذا من قوه حماس الحركة اسمع عبد الله خلينا نسولف مع بعض من اننا طالعين يعني الموضوع خلاص يعني لا 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 يا خوي يا خوي يا خوي بوكس 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 واحد راس واحد راس ادخل جوا بعدين بقص اعطيه بنيه برا يا الله في منافس ثاني؟ احنا قليل لكم انا طلعت من بدري يعني لعبكم ضد واحد يا اخي انتوا فايزين بالصدفة اخر مرة طاح انتوا تفوزوا بغلطنا اي غلط في فرق منك في فرق منك تفوز بمهارة مهارتك ولا بالغلط الثاني شفت؟ هي في النهاية كلها شوف الان دقيقة عشان نتكلم بصراحة شوفوا وقفوا شوي خلينا ناخذ ستوب الان خلصنا جولتين تبغون نكملها على ثلاثة ايش رايكم؟ نلعب الربعين الرابعة عندي لك فكرة وشو؟ نلعب الثالث وحنا بنمط يعني عشان نحس انكم منافسين خلاص اسمع اسمع يعني. نلعب الان الجولة الثالثة هذه الأخيرة يعني انتوا خلاص انتوا فايزين بالتحدي الأول بعدين نروح لعبة ثانية عندنا لعبة ثانية بنتفاهم فيها كلام ثاني يا أخي يعجبني فيك إصرارك يعني عندك محاولات ولحد الآن قاعد أنا لازم أطلع من اللعبة بفوز الآن هذه بفوز فيها إن شاء الله يعني ما راح أستفيد لو فزت يعني أنتوا فايزين في التحدي لكن وعدنا في اللعبة الثانية الله يسلمك بس إحنا نحب نقول لك اثنين يعني اثنين نفس يعني اثنين إيه خلاص انتهى الموضوع وصلت الفكرة الله يسلمك ما شاء الله شفت أنا أول طلعت طلعت لسه مبدأ اثنينكم مع بعض يا الله والله اللي اسمع انا بقسو انا بقسو وانت شلو دوبي داخل يا جماعه تخيل طالع ما يصير كذا اطلع اطلع طب واحد من الاحمر طلع نفسه يعني لا اصبر نزلني 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 يا الله الغرور هذا حيخسره ان شاء الله انا طلعت انا مقهور صراحه اخر تركني ابشرك شلنا خويك لا 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 تركني تركني واخر فك وفك فك وفك يلا عزيمه ثالثه كذا عيب لا لا ما يصير اسمع اسمع ها خلنا نطد خوي اسمع اسمع تعال 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 شيلك يلا يلا على خوي طلع لا 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 يا رب حاول حيلك طلع انا وياه لازم شد حيلك لازم تعال تعال بس بس طلع طلع لازم نفوز تعال عاد يا اخي ما ندخل مره ثانيه حاول بس الله كذا حلو طلع باقي عندك واحد لا تعال واحد مني يا عزام كان طلعت خوي واحد بس عاد بس واحد وخر وخر يلا واحد واحد بس تركي يلا يلا كالعادة أنا وتركي اللي طالعين يعني الله يسلمك كالعادة يعني أصحابنا وياك خلاص أنا ودي أسولف معك صراحة لازم أسولف معك فريق واحد شو رايك؟ يلا لازم نفوز الحرة هذه لازم تطلع نفوز مباراة واحدة بس برا ها يلا برا ما بقي شيء ما بقي شيء يا الله الله واحد يقول على اعصابه انا اكيد فراسي بفوز ركبت فراسي بفوز اطلع انا طالع برا لكن هذا الفريق راح يفوز نعطيهم فوز واحد ما في استعانة صديق لا 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 نبغى نفوز بجهدنا لو سمحتوا يعني باخر نبغى نفوز بجهدنا معليش اخر ها يلا ترى تقدر عزام تقدر طلعت واحد طلع الثاني ان شاء الله شوف دخل والله يمدي صراحه يلا اسمع لو يتحمس عزام انا ودي اخش معهم ودي اترك بيدي برا تعال والله والله فكره رهيبه اسمع هم يلعبون احنا نلعب كذا ايش قصدك ها لا حبيبك بس واحده واحد بيدي يلعب بيد
ما بقي شيء. ها يعني انا اشوفك انت كم مره وصلت انك تطلعه يعني خلاص ما بقي شيء خلاص بشله كذا اعطيه واحده مره. ها يلا انت وياه تعادل. الحره طلعت الله يسلمك. الحره طلعت لكن شوف 2-1 بس الحره طلعت. انا ما بفوز بطلع الحره بس الحره هذه ما تطلع. شبكه المجد القنوات الامنه للاسره.